خبر عاجل الاخوان في التسويه الجماعيه في اسبانيا، الحزب ديال بيدرو سانشيز او الحزب اللي عنده الثاني ديال ايلاندا دياز او ديال السومار، هذا الحزب الاخوان وعد المهاجرين بان ولا فازوا نهار الاحد غيديروا التسويه الجماعيه ويديروا بزاف ديال الحاجات اللي عندها علاقه بالمهاجرين بحال في الريغو بارافورماسيون، ريغو سوسيال، ريغو لابورال. يعني هي اكدت على الريغو بارافورماسيون والتسويه الجماعيه، غادي لهم بزاف الحوايج فاش يوليو بحال بحال. يعني هي غادير واحد القانون ما بين التسويه الجماعيه وريغو بارافورماسيون باش يستافدوا جميع المهاجرين في اسبانيا. يعني استناو الاخوان نهار الاحد ان شاء الله، ولا فاز هذا الحزب هذا راه مزيان، ولا ما فازش غنستناو شنو هو الجديد وشنو هو الميل الجديد في التسويه او في جميع المهاجرين في اسبانيا. تحياتي لكم. كاين تسويه جماعيه ولا ما كايناش؟ دير قريب اشتراك وفرقع هذا الفيديو هذا واسمع مزيان وافتح ودنك معايا. او الحزب اللي كيكون مع سانشيز او الحزب اللي خرج دابا مع سانشيز اسمه السومان ديال دياز، قالت بان احنا كمسؤولين ولا فوزنا بانتخابات نقدروا نديروا التسويه الجماعيه في الريغو بارافورماسيون، تولي تقرا وتخدم. اه كما كتسمع فرقع هذا الفيديو هذا، دير قريب شيرك وبارطاجي هذا الفيديو هذا واسمع مزيان، انت ولا انت او انت ولا انت، اه في المستقبل غتعرف كل شيء.